السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم سناء شانيل. كنتمنى هذا الفيديو ديال هذا النهار تعجبكم. هو اليوم عيد ميلاد بنتي، وبغيت ندير لها يعني غير حنا اونتر فامي، يعني غير بيناتنا عائلتها الصغيره، يعني باباها انا خوها، ندير واحد الكاطو. وفي نفس الوقت يعني بغيت حتى هي تقيس الكاطو اللي غادي ندير لها، يعني يعني شحال ما تصايب الكاطو قدام الدراري الصغار وداكشي، بصراحه يعني كيحسوا الولاد بالفرحه وداكشي. فانا دائما بصراحه كنت كنكوموندي الكاطو، ما عمري زعما صايبت لهم كاطو بيدي ديال لانيفيرسير. فقلت هذا النهار هذا ان شاء الله غادي نصايبو بيدي، وخليكم معايا باش تعرفوا شنو وجدت. Bien sûr, tu vas faire avec moi. Je vais les faire. Viens. Hein? Viens, viens. Elle est où? هنا بالنسبة للبات جينواز فغادي نصايبو، يعني لابات جينواز هادية صادقة 100% كما كتعرفوا. أنا كنت ديما كنشيل الكاطو ديال لانيفيرسير، خصي أول مرة غادي ندير لها أنا كاطو، يعني أنا وبغيتو نتوما يشاركو فيه. عندي هنا 4 البيضات، عندي فاني، اي فاني يكون كيف ما كان، عندي كاس ديال سنيده سكر سنيده، وغادي ندير لها كاس ونص ديال الدقيق، يعني الدقيق من احسن يكون ديال الكاطو زوين باش كتجي لا بات جينواز مزيانه. نبداو على بركه الله. كومسا ها كومسا ابخي ملي تشوف هاد الشقات دير لها بحال هكذا. فوالا ها الاولى. اتون سالما هاني دي لي سكر نتي ديال لا ميسيو كريسي. فوالا سي بيان، برافو. يلا هاك زيد البيضه الثانيه. يا بريسي مو لي في زيد دونك، يلا دير بيك هكا ومو جو في سي بون زيد سي با غاف ما تنسى مو جو في ما تنسى مو جو في. يلا هز البيضه ديرها هنا ما تنسى مو ماما. ها تيان يلا فوالا يلا هرسي البيضة. سي بون سي بون سي بون سي بون، برافو سلمى. أطل أبخي جو لاف مي ما أبخي تو با لاف مي ما. ها لا تخوازيام، يلا هاك حاول ما تهرسهاش بزاف، زيد شوية زيد. سي بون يلا هرسها دابا بيدك، حلها بيدك. سيب برافو. ها لا كاتريام. اون فا فار اون جاتو ليفيرسال دو سلمى. دو سلمى وي. دير البيضة هنا، دير هنا، دير هنا. سيب صافي. دابا غنزيد لها سكر فاني. هاك يلا ديري سلمى انتي سكر فاني، كبيها كلها. فوالا سيب صافي. دابا ها حنا درنا 4 البيضات، كاس سنيده فاني، يلا سيرو وسط يديكم نتوما. وغادي نديرها في الطراب، غادي نديرها الطرب مزيان، بلاص اللي ما عندوش هادي يقدر يضربها بداك الطراب، يعني هي دابا غادي نخليها الطرب مزيان تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. نخليها الطرب مزيان تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى يتبدل اللون ديالها وتولي لنا بحال شكل لاموس. هذاك الساعات نضيفوا لها الدقيق شويه بشويه. صافي هنا كما شفتوا، يعني دازت واحد 10 ديال الدقائق تقريبا ولا 12 دقيقه حتى شت يعني الخليط ديالنا ولا على شكل لاموس كما شفتوا. البيض ديالنا هو والسكر ولا على شكل لاموس. فغادي هنا غنضيف الدقيق، هنا غندير كاس ونص ديال الدقيق لا اكثر، يعني الكاس اللي عبرتو به سنيده ولا السكر سنيده غادي تعبروا به الدقيق، غديروا كاس ونص. ومطابق الحال خصو ضروري يتغربل. صافي هنايا الطريقه باش غادي نبقى ماشي غير نلحق ونخلط الطراب ولا حاجه، غادي نبقى نخلط، يعني طريقه اللي هي نحاول نبقى ندخل الدقيق ندخله في الكاطو كما غتشوفوا معايا. يعني سهله لا باتين وسهله، هذه كنعتمد عليها تقريبا في كل شيء، كتجي مفشوشه كتجي ارطبه. فخليكم على فيديو. Thank you.
صافي هنايا من بعد ما درتها في المول طبيعه الحال مدهون بالزبده والدقيق، صافي غادي ندخلها طيب 11 ديال الدقائق هكاك على 180 درجه، يعني ما نخليهاش تحمر بزاف باش لا كريم شانتي. فانا كندير هذه دي فوا، كندير دي فوا كندير هذوك لا كريم فريش اللي كنشريهم اونتي، كنديرهم شويه في الكونجيل حتى كيبردوا، نطربهم مع معلقه سكر وفاني. وهذه بصراحه حتى هي كنديرها بزاف المرات، فكنديرها مع كاس الحليب ولا كاس الماء بالفاصون، راه مكتوب في لابواط. بصراحه هذه كتصدق 100% حتى اللي ما كطلعلهاش ديال لا كريم ليكيد اونتي، فهذه يعني طلع لها يعني جاهزه ناضيه. فغنضربها واحد جوج دقائق ثلاث دقائق، ها لا كريم ديالنا واجده. هنا تقدروا تضيفوا الملون، يعني اللون ديالها بغيتوا تبدلوا لا كريم. خلاص تقريبا السيده تبارك الله عليهم راه كلهم عارفين، واللي ما عارفش يعني يستافد معنا، فحنا هنايا كنا كنستافدوا. انا كنعطيكم داكشي اللي كنعرف، وتنتوما تنتوما عندكم شي حاجه خليوها في التعليقات باش كنا نستافدوا هادشي اللي كاين. كما شفتوا من بعد ما طلعت لا كريم شانتي، فانا غادي نديرها في الثلاجه كما شفتوا بنتي راها خدامه بصبعها. هنا عندي الفريز غادي خلاص، هنا بالنسبه للكاطو غنزينو غير بلي فخوي. فاللي بغى مثلا يدير الكاطو في الدار، راه كيكونوا هذوك لي ديسان كيتباعوا في المغازات، يعني تقدروا تزينوا بهم. فانا هنا غنزين غير بلي فخوي كما شفتوا، عندي الفريز، عندي كيوي، وعندي البنان. فغندخلها حتى في الوسط، يعني لي فخوي غنحاول نقطعهم مورصويات، وهاد الدوائر تاهما قطعتهم بهاد القطاعه هذه باش كتعطيهم واحد الشكل زوين. صافي، وغادي نوجد كل شيء على جنب باش نزين به. من بعد ما طاب كما شفتوا ما خليتوش تحمر بزاف، وراه طايب كنخشي فيه داك العويد. صافي كتخرج كيخرج ناشف، يعني راها طايبه. صافي هنايا غادي نهزها من هاد المول ديالها باش نحطها في الطبسيل اللي غادي نقدمها فيه، يعني ديريكت غنحيدها من تما، كنحاول نحيدها بالموس. صافي هنا حطيتها في الطبسيل اللي غنقدمها فيه. هنا كناخذ موس يكون طويل وعندو داك السنينات بحال منشار، وكنحاول نقسم الكاطو ديالي على جوج باش نحاول ندير في وسط منه طبقه ديال كريم شانتي، وندير معاه داك لي مورسو صغيورين ديال لي فخوي اللي درت. يعني اي فخوي عندكم بغيتو ديروه في الوسط باش كتهرس داك لا موس ديال كريم شانتي كما شفتوا. اول حاجه هنا غنسقيها، تقدروا تسقيوها باي حاجه عندكم، يعني بعصير ولا اي حاجه عندكم تسقيوها. هنا عندي عصير الليمون سقيتها شويه باش ما تجيش ناشفه بزاف، وصراحه جات زوينه هاد الحلوه، يعني ما كنتش متوقعه طلع هكا، طلعت زوينه، طلعت يعني ما ناشفاش، طلعت لذيذه زوينه بصراحه. يعني تبارك الله عليا كنشكر راسي. يعني اول مره كندير كاطو بحال هكا بصراحه جا زوين. المهم البنات غير زعموا، اللي عمرها ما زعمات غير تزعم كيف ما جات. المهم كديروا الحاجه قدام وليداتكم لعائلتكم كيف ما جات غيفرحوا بها. المهم غادي ندير كما قلت لكم لا كريم شانتي، من بعد غادي ندير فيها داك المورصويات ديال لي فخوي اللي قطعت صغيورين، وعاد غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الكاطو. صافي وتزين خلاص، كل واحد كيزين على حسب اللي عنده، اللي متوفر عنده يزين به.
وهذا هو الكاطو كما شفتوا زينتو على هذا الشكل هذا كما قلتو كما عرفتوا كل واحد كيزين على حسب يعني الديكور اللي عنده كاين اللي يقدر يزين احسن من هكا على حسب كل واحد والذوق ديالو فبصراحه كما شفتوا يعني زوينه عجبتني انا فخليو لي في التعليق قولوا لي كي جاتكم الحلوه ديال انسانه اول مره كدير كاطو لا فيغسير قولوا لي في التعليقات كيف جاتكم الكاطو هي بصراحه المذاق غزال بزاف قولوا لي غير لا ديكوراسيون داكشي كيف جاتكم المهم الكاطو غادي نديرو في الثلاجه باش غادي نمشي نصايب شي شويه ديال المملحات فدابا يعني لانيفيرسير غنديرو لها في الغداء مع جوج داك جوج هكاك ثلاثه كنتسنى يعني بابا هيجي باش نديرو لانيفيرسير يعني غدا وكلشي المملحات اللي هما ساهلين بالنسبه لهنا غندير واحد لي كرواسون بلا بات فيتي كنديرو بهذا الفرماج هذا بصراحه هذا غتلقاوه في البيسري غتلقاوه تقدروا تلقاوه حتى في المكازان انا كنت خديته بواحد البيسري ديال تواركا بصراحه زوين هذا الفرماج هذا دي فوا كنحطوه هكاك للفطور كيجي غزال كندير فوق منه زعتر صافي كيجي زوين هكاك مع يعني مع كاس اتاي ولا كاس القهوه كيجي زوين هنا غادي ندير فيهم غير هاد المنسمات هادو نتوما تقدروا ديروا فيهم اي حاجه بغيتوا ديروا فيهم الزعتر لا سيبولات يعني اي منسم عندكم تقدروا ديروه هنا كما شفتوا يعني فنطلق داك الخضوره باش تجي باش يجي الفرماج شويه مزيين صافي وغادي نخلط كل شيء كما قلت لكم غنديرهم واحد لي كرواسون صغيورين بلا بات فيتي يعني غندير الحاجه اللي ما كتشدش اليد حاجه اللي هي سهله في نفس الوقت زوينه يعني تعجبهم وهنا كما شفتوا عندي بلومبولي تا هو شحرته مع شويه ديال الابزار والملحه صافي شحرتهم غير هكا كفيت في دغيا دغيا هنايا خديت هذا الخبز هذا الصغير هذا كما شفتوا ها هو دخلته الفران غير شي شويه يتكرمل وخلاص اللي بغى يديرو هكا كيديرو دخلته شي شويه غير يتكرمل مع السخونيات الفران صافي وغادي ندهنو تا هو يعني غندهنو بالفرماج بالنسبه للخيار هنايا من تبقاو تقطعوا الخيار بحال دابا داك القشور انا دائما فوق ما نقطع الخيار القشور ديالو كندهنوا الوجه زوين بصراحه هنا غادي نقطع الخيار دوائر وغنحاول نزين بهم غنحاول نديرهم مع هاد البلومبولي مع هاد الدرتاج اللي شحرت والفرماج مع داك مع داك الخبز اللي دخلته الفران يتحمر كما شفتوا الفرماج اللي كان شاطين بغيتش نضيعو درته من التحت وخلاص اللي عنده يعني فرماج لافاش كيري ولا كيري ولا الفرماج بلون هذاك الاخر اللي كي شويه يعني كيف ما بغيتو دهنوا دهنوا ولا بالمايونيز تبقى الاولاد دهنوها باش ما بغيتو صافي وحطوا خياره وحطوا فوق منها بلومبولي صراحه كيجي زوين هكا يعني مملحات تقدروا تزينوا بهم بلاطو هكا ديال المملحات كيجيو زوينين
ان كاينين حويجات اللي هما ساهلين وفي نفس الوقت كيجيو زوينين يعني في المنظر وحتى في المذاق كيجيو زوينين. هنا غادي ندير لهم الهومبر. هنا كنت قليت لهم هذاك البواسون كبير، البواسون باني كبير قليته لهم صافي. غندير لهم بحال فيلو فيش كما قلت لكم، يعني غادي نديروا هادشي للغدا. فعدت لهم من الحوايج اللي كيبغيو، درت غير شويه شويه من الحاجه غير باش نفرحهم وداكشي صافي. درت ساموراي، درت البواسون كما شتي باني كبير صافي. وغادي نسدو وغنحطو في واحد البيصيل حتى ملي يقربوا ياكلوا وندخلوا الميكرو اوند نسخنوا. خلاص هنا بابا هو اللي تكلف بهاد الصوالح هادو، نفخهم نفخ لها شويه ديال لي بالون صافي. وقديت لها الطبيله ديالها حتى هي، درت لها لو تيم اللي كيعجبها ديال لا برانسيس كما شفتوا، يعني درت لها الغوز. مهم داكشي عادي، وبالنسبه لهم هما الدراري الصغار كيفرحوا به. فكنتمنى الفكره ديال هذا النهار هادي تكون عجباتكم. كما شفتوا يعني البلاطو ديال المملاحات، يعني كما شفتوا جاي زوين هكا بداك البسيط لات صغيورين حتى ما عمرتهم بلي كروفيت وشاريات شينوا. خلاص هادو لي هومبر اللي درت لهم، خلاص لي بواسون وقليتهم شويه ديال لي فخيت وصافي. كانت هذه الطبيله ديال خلاص هاد والكاطو كما شفتو هو هذا، كيجي غزال ما كيجيش ناشف. هانتوما انا قطعتو اي باش نوريه لكم من الداخل، كيجي فيه لي فخوي وكيجي زوين بزاف صراحه. يعني اللي عمرها ما زعما تصايب كاطو بحال هكا فتزعم وديرو، يعني كيجي بصراحه زوين وكيخش الوقت بزاف. فالغزالات ديالي كنتمنى هاد لا فيديو هادي تكونوا استفدتوا معايا شويه وفوجتوا معايا شويه، كنتمنى تعجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، كنتسنى التعليقات ديالكم. ما تنساونيش التعليقات ديالكم، وكذلك ما تنساوش لايك وتبارطاجيو وصي لا فيديو عبر الواتساب الفيسبوك، يعني اللي عنده شي اصدقاء يبارطاجي لا فيديو. غادي نخليكم هنايا الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، كانت معكم سناء شانيل. السلام عليكم.